هذه الروح عند الله بعد موتك أين؟ الله أعلم. لكنك ستنبت من جديد، فكيف ننبت بعد أن تبدر الأرض وتبدر السماوات؟ يرسل يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر. طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد 40 كم؟ الله أعلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوم 40 سنة 40 سنة، الله أعلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث كم، لكنه ينزل مطر. هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد، تظهر أنت جسمك يرجع كما كان، ترجع بصحة، ترجع بشكلك مرة أخرى. لكننا جثث هامدة. ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء من حيث المكان الذي أعدها الله فيه، فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى، وروحك ترجع إلى جسدك. لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر. ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى. منا من يقوم وهو سعيد، لماذا؟ لأن معه علامة جميلة، إما أنه مات قارئ لكتاب الله، أو تائب، أو صائم، أو حاج، أو معتمر، أو مطيع، أو على طاعة، أو متدين، أو خائف من الله. يبعثه سعيد، لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل. وهناك من يبعث وهو يصيح: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ما وعد الرحمن وصدق المرسل. خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه، وفتحت له طاقة النار، ولذلك طول ما هو في قبره هو يصيح: يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، خائف مما هو مقبل عليه. يخرج الناس، كيف حالهم؟ حفاة، عراه، غرلا، بهما. حفاة بلا أحذية، عراه بلا ألبسة، غرلا أي القطعة اللحم التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل. بهما مثل خلاص الأفئدة هواء، يعني إنسان في رعب. وكيف لا يكون في رعب؟ لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره، وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية القيامة وما حدث فيها من أهوال. يعود الناس مرة أخرى، فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله 50,000 سنة كما قال الله جل جلاله. هناك أشكال مختلفة للبشر. أما أولياء الله، وأسأل الله أن نكون منهم، فوالله لن يخزيهم الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع، هذه القيامة لا تحزنهم أبداً.